السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب الفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ليكريتو، غادي نشوفوا كومون غيليجي اون شارت دي ريكل دو في ا ليكول. إذا غادي نشوفوا، غادي نحاولوا نقراو كومون سا فونكسيون، غادي نشوفوا من بعد كيفاش ممكن غيليجيو اون شارت، قلنا دي ريكل دو في ا ليكول. إذا نحاولوا نقراو شنو مكتوب عندنا في هذا لا كونفونسيون انترناسيونال دي دغوا دو لونفون. لا كونفونسيون انترناسيونال دي دغوا دو لونفون. La Convention internationale des droits de l'enfant, CID, est un traité international rédigé sous l'égide de l'ONU le 20 novembre 1989. Cette convention concerne tous les enfants du monde jusqu'à leur 18 ans, sans aucune discrimination. Elle expose des droits des enfants. Les droits civils garantissent le droit à la vie, le droit d'avoir un nom et une nationalité. Les droits économiques garantissent le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la protection contre l'exploitation au travail, le travail forcé. Les droits politiques garantissent le droit à la protection contre les mauvais traitements, le droit à la protection contre la séparation d'avec les parents. Les droits sociaux garantissent le droit d'être nourri et soigné par des médecins, le droit à la protection en cas de guerre. Les droits culturels garantissent le droit d'être éduqué, le droit aux loisirs. Extrait de texte de la Convention internationale des droits de l'enfant, adapté à une lecture pour les enfants. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons le droit de l'enfant. إذا كما شفتوا عندنا بزاف ديال الحقوق ديال الطفل تما، منها الحقوق المدنية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية. إذا نمشيو للسؤال الأول، قال كوش لا بون ريبونس سو تكست اي انفورماتيف ناراتيف ولا ديسكريبتيف. إذا إل دون دي انفورماسيون، سي ان تكست انفورماتيف. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك دو سو تكست ايتيل اكستريم، منين مجبود هذا النص هذا؟ إذا إلي اكستريم منين؟ من La Convention internationale des droits de l'enfant, من معاهدة الدولية لحقوق الطفل. إذا ce texte est extrait de la Convention internationale des droits de l'enfant. سؤال ثالث، quelle remarque peux-tu faire sur la forme de ce texte؟ إذا la remarque، شنو ممكن تقولك على la forme ديال هذا التكست هذا؟ ce texte est écrit sous forme d'un ensemble d'articles énoncés les uns sous les autres. بالنسبة للسؤال الرابع قالك أكوا سير سو تكس، علاش يصلح هاد لو تكس هذا؟ إذا هاد سو تكس سير انفورمي سور لي دغوا دي زونفون دون لو موند، كيقولك شنو هما لي دغوا دي زونفون دون لو موند. بالنسبة للسؤال الخامس قالك كونيتو دي تكس كونستخوي دو لا ميم مانيير ليكيل، واش تعرف دي النصوص بحال هكدا دايرين؟ وي تنعرفوا بحال لو ريغلومون دو ليكول، شنو خاصنا نديرو في ليكول، كيقولك فوالا شنو هما لي دوفوار ديالك، شنو هما لي دغوا ديالك ولي دوفوار ديالك في ليكول. Le règlement de l'école ou de la classe est construit de la même manière. Il y a, comme on dit, la charte ou la charte des règles de vie à l'école. Et dans le chapitre d'abord, l'activité 1, calculer ce texte, puis souligner les phrases qui correspondent à des droits et entoure les phrases qui correspondent à des devoirs. إذا غادي نحاولوا نسطروا على لي دغوا وغادي نحاولوا ندوروا على لي دوفوار. إذا اون كلاس شاكان ا لو دغوا دو شوازيغ سا بلاس. إذا شنا هو هنا عندنا واحد لو دغوا اللي هو لو دغوا دو شوازيغ سا بلاس. اي نو دوفون ايكوتي تو لو ماتر تو توس لو ماتر اكسبليكي لا لوسون. إذا شنا هو عندنا دوفوار تما، إذا غادي ندوروا عليه. انا حاولت اونكادغيه حيت فاش تندور تيدور ليا تاع على ما تتبقاش بين الكتابة، داكشي علاش نتوما غادي تدوروا عليه. إذا نو دوفون إيكوتي تو لو ماتر توس لو ماتر إكسبليكي لا لوسون. إذا هنايا عندنا دوفوار، إذا دورنا عليه. شاك فوا كو كيلكان فو بخوندغ لا باغول إل دوا لوفي لو دوا بوغ باغلي. إذا عندنا إل دوا لوفي لو دوا بوغ باغلي، سي أن دوفوار. بوندون لا ريكرياسيون أون أ لو دوا دالي سو روبوزي دو جوي دو مونجي نوتر كوتي دون لا كور. إذا هنا عندنا سي ان دغوا، اون لو دغوا دالي سو روبوزي دو جوي دو مونجي نوتر غوتي دون لا كور. بيرسون نو بو مونجي او بوار اون كلاس، اي شاكان دوا فير سيريوزمون
ses devoirs le soir à la maison. Idan donc, c'est des devoirs. Personne ne peut manger ou boire en classe et chacun doit faire sérieusement ses devoirs le soir à la maison. Idan mes outils pour décrire une charte des règles de vie à l'école est un document composé de plusieurs articles. Chaque article correspond à une règle. Les règles sont énumérées l'une après l'autre. Chaque règle correspond à un droit ou un devoir. Pour dire un droit, on utilise généralement j'ai le droit de ou on a le droit de. Pour dire un devoir, on utilise généralement j'ai le devoir de ou on a le devoir de ou là on doit ou on doit ou nous devons. Et dans la qu'on a charte, il y a un القانون الداخلي ديال المدرسة ولا نحترمو تيكونوا فيه لي دغوا ولي دوفوار الواجبات والحقوق. دابا نحاول ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2. قالك اكري سور طون كايي بور شاك illustration لا ريغل دو في كي لوي كوريسبون. اكزومبل دغوا جي لو دغوا او ريسبي، دوفوار جي لو دوفوار دو نو با بيرتوربي لا كلاس. اذا نبداو بالصورة الاولى اللي عندنا فيها تلميذ غادي ليكول. اذا شنو هو لو دغوا او لو دوفوار؟ اذا شنو ممكن نكتبو؟ دغوا جي لو دغوا دالي ا ليكول، و دوفوار جي لو دوفوار دو ترافايي سيريوزمون. بالنسبة للصورة الثانية عندنا التلاميذ يديروا الشغب. اذا هنا شنو غادي نقولوا في دغوا او دوفوار؟ اذا بالنسبه لدغوا جي لو دغوا دو ترافايي دون لو كالم، و دوفوار جي لو دوفوار دو نو با بافاردي اون كلاس افيك مي كاماراد. بالنسبه السؤال ولا الصوره الثالثه تنشوفوا التلاميذ لا ريكرياسيون، واحد تيهرس واحد الشرجم. اذا شنو ممكن نقولوا؟ اذا عندنا بالنسبه لو دووا عندنا جي لو دووا دو جوي بوندون لا ريكرياسيون، بالنسبه لو دووا جي لو دووا دو جوي كالمومون. بالنسبه للصوره الاخيره عندنا واحد التلميذ في الكلاس وهز الاصبع ديالو، اذا شنو ممكن نقولوا؟ اذا دووا جي لو دووا دو دوموندي دي زيكسبليكاسيون، الا ما فهمتش جي جو دوموند دي زيكسبليكاسيون. وشنو هو لو دووا؟ جي لو دووا دو لوفي لو دووا بور دوموندي لا بارول، ماشي غير تنجي ونهضر، ضروري خاصني لوفي لو دووا بور دوموندي لا بارول. اذا هذا هو لاكتيفيتي دو اللي كان عندنا. بالنسبه لاكتيفيتي 3 قالك ايماجيني اكري 3 زوتر ريغل دو في تو ايمري افوار ريسبكتي دون طون ليكول. اذا ممكن تكتبوا واحد ثلاثه ديال لي ريغل اللي ممكن تزيدوهم على هذا الشيء اللي ممكن نستعملوهم في ليكول. يعني غادي نخلي لكم الشكا ممكن يكتب داك الشيء اللي بغا. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان ديال كومون غيديجي اون شار دي ريغل دو في ا ليكول. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجه جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللينك ديالها في لابواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.